السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم نتطرق لحصة الظواهر اللغوية مكون التراكيب المندرج ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الرابعة، مجال الفلاحة والصناعة والتجارة، المرجع واحد الكلمات العربية للمستوى الرابع. إذا عنوان درس اليوم نصب الفعل المضارع، الحصة الأولى، ألاحظ وأكتشف. إذا سنقرأ: لم يسبق لي أن تعاطيت التجارة، لكني اتكلت على الله فاشتريت كيسا من الخيش، ثم قصدت سوق الشماعين كي أبتاع ملابس قديمة وأن أحصل على خيمة لأنصبها كدكان في السوق. كان علي أن أبقى متيقظا وأن لا أغفو كي أواجه المشترين وأقي بضاعتي من اللصوص، فلن أرضى أن أبدو مغفلا. أعين الأفعال في النص فأبين المضارع منها. إذن لنعين الأفعال معا. إذن يسبق، تعاطيت، اتكلت، اشتريت، قصدت، أبتاع، أحصل، أنصبها، أبقى، أغفو، أواجه، أقيا، أرضى، أبدو. إذن هذه هي الأفعال، ولكن الأفعال المضارعة عندي مثلا لم يسبق، تعاطيت، أن تعاطيت، إذن هنا أيضا فعل مضارع، لكني اتكلت هنا، إذن فاشتريت الفعل اشترى، فاشتريت كيسا من الخيش، ثم قصدت فعل قصد ليس بالمضارع، سوق الشماعين كي أبتاع، هنا الفعل مضارع منصوب، أحصل أيضا مضارع، لأنصبها، إذا أبقى أيضا فعل مضارع، أغفو، أواجه، أقيا، فلن أرضى، وأبدو. هذه الأفعال المضارعة في النص. أتأمل الفعل المضارع أحصل ثم أبين سبب نصبه. إذا أحصل، إذا لاحظوا معي الفعل أحصل، إذا سبب نصبه هو فعل مضارع، سبب نصبه هو أداة النصب، نصب بأداة النصب أن. أبدل أن حرفا يفيد النصب والنفي في الجملة، أن أحصل، إذا لن أحصل، لن أحصل. لن أحصل، إذا أبدل أن حرفا يفيد النصب والنفي، إذا لن حرف يفيد النصب والنفي، لن أحصل على خيمة لأنصبها، لن أحصل. وعين الحروف التي تنصب المضارع، إذا الحروف التي تنصب المضارع في هذا النص أن، لن، كي، أن، لن، كي. أدرج الأفعال المضارعة الملونة بالأحمر في الجدول ثم أكمل تعبئتها كما في المثال. إذا الفعل حرفه الأخير اللام، نوعه صحيح أو معتل، سنحدد هل نوعه صحيح أم معتل، حركته ظاهرة أم غير ظاهرة. إذا هنا لدي الفعل أحصل، حرفه الأخير اللام، نوعه صحيح الفعل حصل، حركته الفتحة، إذا ظاهرة. إذا الفعل تعاطيت، أن تعاطيت، إذا
كي أبتاع، كي أبتاع، أب بتاع. إذا حرفه الأخير العين، حرفه الأخير العين. هل هو فعل صحيح أم معتل؟ فعل معتل. إذا أسندنا للماضي فهو الفعل باع، حركته الفتحة. ظاهرة، إذا ظاهرة أم غير ظاهرة؟ ظاهرة. غنكملو شفويا. لأنصبها، إذا لدي هنا الفعل أنصب، إذا فعل الحرف الأخير هو الباء با. إذا نوع صحيح أم معتل؟ هو فعل صحيح، فعل نصب. إذا حركته الفتحة ظاهرة، أنصب. أن أبقى، أن أبقى، إذا الفعل أبقى حرفه الأخير الألف المقصورة، نوعه معتل بقي، بقي، إذا فعل معتل الأخير، حركته الفتحة. هل هي ظاهرة أم غير ظاهرة؟ غير ظاهرة، لن أبقى غير ظاهرة. لا، كي أواجه، كي أواجه، إذا أواجه فعل حرفه الأخير الهاء، نوعه صحيح أم معتل؟ واجه يواجه، إذا فعل معتل الوسط، حركته الفتحة، نعم ظاهرة. أرضى، أرضى، حرفه الأخير الألف المقصورة، الألف المقصورة، حرفه الأخير نعم الألف المقصورة، نوعه صحيح أم معتل؟ أرضى فعل معتل، رضي، رضي، إذا المعتل الأخير فعل معتل، حركته الفتحة. هل هي ظاهرة أم غير ظاهرة؟ غير ظاهرة. إذا أبدو، لدي بقية، لدي هنا فعل بدا، أبدو، إذا حرفه الأخير الواو، نوعه معتل، الفعل بدا معتل الأخير، إذا حركته الأخيرة الفتحة ظاهرة، أبدو. إذا ينصب الفعل المضارع بأحد حروف النصب، منها أن، لن، كي. علامة نصب المضارع الفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر. إذا فعل، علامة نصب الفعل المضارع هي الفتحة الظاهرة إذا كان صحيح، صحيح الآخر، أو معتل الآخر بالواو أو الياء. الفتح غير الظاهرة إذا كان معتل الآخر بالألف، إذا كان معتل الآخر بالألف محل فعل بقي، بقى، إذا أو فعل رضى. إذا أطبق، أحول الفعل بين قوسين إلى مضارع وأضبطه بالشكل التام. إذا يجتهد التاجر، يجتهد التاجر كي ينمي، ينمي تجارته. ينقي الفلاح الأرض كي، الأرض كي يحرث. كي يحرث الأرض، ينقي الفلاح الأرض كي يحرثها، هنا كي يحرثها. لن ضاع جهد الصانع، لن يضيع، يضيع جهد الصانع، لن الصانع بالغش، لن يرضى، لن يرضى الصانع بالغش. إذا يجتهد التاجر كي ينمي تجارته، ينقي الفلاح الأرض كي يحرثها، لن يضيع جهد الصانع، لن يضيع جهد الصانع، لن يرضى الصانع بالغش. أنشئ جملا تتضمن أفعالا مضارعة منصوبة، مثلا اجتهد في دراستي كي انجح، اجتهد في دراستي كي انجح، فتحت النوافذ كي يدخل الهواء الغرفة، او افتح نوافذ
كي يدخل الهواء الغرفة. إذا أجتهد في دراستي كي أنجح، أفتح النوافذ كي يدخل الهواء الغرفة. نستطيع إضافة عليك أن تعمل بجد، عليك أن تعمل بجد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.